صاحب حالاتك صحتك مليون بوليم هي خدمة هنا ما غد شي عهد ما نصيف لك انت اليوم شحال من لا ندير هنا حجاجة عالية لا هنا باش يشد باش يشد الصف كله بغا يدوي؟ ماشي اخويا باش يدويش لا بغا يدوي مرحبا اي واحد بغا يدوي مرحبا ملي هاد الواد عتقولي انا غنهضر مرحبا لا دابا غير خسر لك الخدمه لا الا خسر له غير يتحمل مسؤوليته لا غتحمل مسؤوليتي كنتحمل مسؤوليتي والله تصل قرب تشوف نفسي يا راجل غنقول لهم تي كان مسحيح وكان مكتوب راسك تي داك مسحيح وكان مكتوب راسك كنت حنا هنا إذن مشاهدين التشبيقة نشوف تي في مرحبا بكم في هذا المباشر من قلب سوق الدواجن بالجملة بمدينة الدار البيضاء جينا نقول لكم عاوتاني الأثمنة ديال الدجاج الرومي البلدي كروازي ومارادونا في هذا الصباح شنو كيفاش الثمن اللي كيتباع هنا تباع به هنا سوق الجملة وبشحال غادي تاخدو من عند مول الحانوت أو مول الدجاج في مدينة الدار البيضاء والنواحي ديالها. السلام عليكم. السلام سلام عليكم. كيداير بخير لاباس؟ كلشي بخير؟ صحيحة؟ كلشي مزيان؟ تنسلم عليك وحنا جميعا بخير خدنا المغاربة. أرض الوطن وخرجوا عطينا أرض الوطن. أخويا أرض الوطن الخارج ما تيحملوهاش أخويا. بلاتي ما لهاش. تفضل. خويا هذه ارض الوطن ما تسلم هذوك الناس خوتنا المغاربه اللي برا قال لك هذه خوته تقول المغاربه علاش تسلم عليهم انا ما فهمتش هذا واش دار شي حاجه من المغاربه ولا مريضهم من الناس مرض ما فهمناش كيفاش هذا الشيء حنا بغينا نعرفوا الامراض ديال حنا خويا الرومي عندنا اليوم ب 15 درهم اليوم 15 درهم 300 ريال 300 في قوس السوق وما يزيدو حتى ريال واللي باغي يزيد اليوم كاين 15 درهم 15 درهم 340 في الحانوت 840 يعني 17 درهم 17 درهم والله ما يزيدوش والله انا ما مارادونا المارادونا كاين واحد الماركه 150 160 ريال رقيقه رقيقه هذيك الرقيقه تيبيع المول الماطر هي رقيقه لا هذه لا هذه 9 درهم هذه 180 الكيلو 180 وشحال ياخذوا الناس من عندنا 11 درهم شحال 11 درهم 11 درهم جوج درهم الله يجعل شي بركه وتريج تخلص الترياج وخلص الدجاجه راه الخير هذا الناس مسكره هذا تلصق الناس راه الناس الكروازي والكروازي الحمراء خويا كاينه من 3 درهم ونص كاينه 12 درهم عاود لنا التفاصيل ديالها كيفاش دابا كاينه الدجاجه المنفوخه هذه بحال لا بحال هذه نص نص هذه 6 درهم 6 درهم ونص اها ودجاجه عريانه بحال هذيك راه بحال هذه هذيك دايره 70 ريال 70 ريال 3 درهم ونص 70 وهذيك الحمراء وهاد الحمراء المكسيه بحال هذيك التوصيه دايره من 12 درهم ولا عفان ديالها 12 درهم وحده هنا هنا ولكن ولكن الدجاجه البيضاء ماشي هو الثمن ديالها باش نوضحوا الناس مزيان حنا دابا الناس يطيحوا الناس دابا تعطيهم الناس دابا تعطيهم يستعدهم يبيعوها تيجيو يهرسوا لهم السوق وتيدقدقوا مال الفيرما باش يهرسوهم باش يشتروا الدجاجه رخيصه باش ما تخطرش عليهم بزاف علاش هو تيبيع الثمن هو الثمن في القانون انه خاصنا نقولوا داك الشيء اللي كاين ان الكسابه محلين بزاف ما خاص الدجاجه تبيع بها الثمن حيت الثمن قاصح بزاف واعر على الكساب حيت الكساب تيتمحن ملي تنطلعوا تنخرجوا عنده باقل الثمن راه تنضروا ولا خدنا بغير بانه الناس المواطنين اللي تيشتروا السلعه حنا تنقولوا داك الشيء اللي كاين ولكن بالضبط خاصه ما نغوش ضرر الكساب وما نغوش ضرر خدنا المواطنين اللي تيشتروا باش يبقى ينتج باش ما يضرش باش نبقاو حنا غادي مستمرين بالحياه حيت الا ضرينا هذاك المواطن الكساب انه الحمد لله اللي عطانا الله رجال تيضحيوا برؤوسهم وبوليداتهم وبمالهم وبرزقهم وجميع الحوايج ديالهم اللي ذات الوسائل اللي تيخدموا بها راه ماشي ساهلش داك الشيء ما ساهلش تكونوا واضحين وهاد الناس المواطنين تما راه خوذه ما نقولوش يضروا ولكن حنا تيضرناهم ماشي صامصير اللي تيكذبوا شن ماشي شناق ما عندهم مستوى شناق عندهم مستوى عليه هادو دوك الناس باغي يضروا البلاد وباغي يضروا المواطنين وباغي يضروا الناس جايين عندنا مساكن مهاجرين وجايين للبلاد باش يشوفوا حاجه زوينه تيبغوا يزندفوهم وتيبغوا يشوفوا براني تيبغوا يجريسي تيشوفوا لك راه براني هذاك راه مغربي بحالك بحالو براني هذاك السيد راه بحالك بحالو ولا اش هو في اوروبا ولا اش في بلادنا ماشي مشكل ولكن حنا اللي بغينا راه غادي يجي
ما غاديش يمتنع. انا قلنا لا ما غاديش نمشي. هو الراس كله في القصر ديال الراس، الله يسهل لي كله فين تيرتا. اثمنه اخويا الرومي 15 درهم اليوم هنا هنا شحال هي؟ 340 والسلعه موجوده. عاود مارادونا دجاج مارادونا المكسيكي 9 درهم، واحد دجاج اللي قلت لك اللي تيدو الماتريال اللي تيخرج الضروبيه دايره 160 150 هذوك ياخذوا 40 درهم. الكروازي الحمراء كاينه من 70 ريال ل 12 درهم. البيبي البيبي 460 ريال 450 460 الدجاج اللي 60 درهم 60 درهم شويه ما كاين باس غادي الامور الحمد لله. الدجاج رخيص علاش الرومي كيطلع والجلدي كي دابا الرومي على اللي انا بغيت الرومي نقول لك باش نقول لك واضح عند السبب ديال الرومي خاصنا نوضحوا لهم هما راه عارفين احسن منا في الدومين ولكن اما حنا نوضحوا لهم انا من باب التذكير نذكرهم الرومي حيت انه دابا الرومي سخون الحال سخون ودابا داك الناس الحراره اللي داخلين دابا اليوم وغدا طلبوا الله السلامه والعافيه للجميع سخونه بحال هكا السبب مساكن دابا تيولي خاصو يبيع الدجاج باش ما يضيعش ليه تنقص منه باش ما يضيعش هذا هو الناس اللي ما دايرهش داك الكليما وداك الشيء اما الناس اللي دايرين داك الشيء اللي مجهز داك الشيء راه ما تيخافوا من والو وخا تجي الحراره طلبوا له دوز برد وسلاما عليهم حنا ما نطلبوش شي حاجه ضر حنا دوك الناس هما بهم شاركونوا ولا ما كانش القصه ما نكونش انا وما يكون حتى شي واحد حيت حنا دابا تشوف اللحم غالي بزاف راه 100 درهم 110 درهم راك تشوف وماشي هما دوك الزرام مزيدين الثمن الزرام تا ماشي الغلا الله يكون في العون كاين الغلا بزاف في البقري البقري قليل ولا عندنا الحاجه حنا دابا المادة اللي بغينا هو الدجاج عندنا الدجاج والبيبي هاد الحاجه الحوايج اللي عندنا هي شنو النصيحه ديالك باش يطيح الثمن ديال البقري والغنم البقري ما عندو ما يطيحو البقري ما كاينش هو اصلا ما كاينش تمشي السوق ما تلقاش ما عندوش ما يطيحو الا دخلت السلعه من برا الا دخلت السلعه من برا يقدر يطيح اما تقول البقر ديال البلاد ما كاينش حيت البقر ديال البلاد الناس ما بقاوش كسبها بزاف ما كاينش كسبها بزاف دابا اللي قمت كنكسب الله يكون في العون جاب خمسة سنين الناس دابا اللي عنده الوليدات تيخمم يخمم الوليدات يخمم الراس ويخمم البهيمه تيحيد ديك البهيمه هذا هو علاش على الشيء الاثمان تقدر ترتفع بزاف ديال البقري هذا هو اللي كاين. الله ينصر سيدنا محمد السادس الله يحفظه لينا ويطول لي عمره طلب الله يبارك في العمر ديالو ويحفظه لينا كما حفظ الذكر الحكيم والله يحفظ مولاي الحسن ونبغي لنا بهذه الحسنه ومولاي رشيد الله يحفظه لينا ولاله خديجه وجميع المغاربه خذ الله يحفظهم ونطلبوا الله يعطينا شي عام بكري يكون فيه الخير والبركه تنزل للمغاربه كلهم وعلى جميع المسلمين طلبوا الله يعطينا شي عام يكون مزيان باش ننسوا هاد الضغط ديال الماء وهاد الشيء الحوايج اللي كاينين دابا تيضرونا طلبوا الله يهزم علينا حنا ما عندناش قدره الله سبحانه ما يرفع الغضب الا هو وما ينزله الا هو طلبوا الله ويرحمنا من عنده ونطلبوا الله يحفظ خوتنا كاملين مجموعين وتنقول الموالي الحمراء كلهم والموالي البيضاء ردوا البال راه كاين تيتنصبوا عليكم وتيكذبوا عليكم ردوا البال رزقكم راه ما تيقوا حتى في واحد ما تيقوا فيه وتخلصوا في ديالكم خليني من انه نروح نمشي نشري عندك راه يخرج في عيني وانا راه خير بدا يتلفك بيع وشري وتخلص في ديالك وانا القوانين اللي تتلزم بالضبط وبالحرف ديرها مع اي واحد وديرها معايا انا وديرها مع الاخر وحنا راه ما عندناش مشكل انا واش تبيعوا لينا ولا ما تبيعوش لينا حنا خوتنا خاصنا ننصحوكم هذوك الناس اللي يقول لك راه ما تبيعوش لينا هذوك الناس راه باغيين غير يضروكم ولكن حنا راه ضدهم حنا بالمرصاد والله ما نوض عليهم حتى الاخر كلمه لا اله الا الله محمد رسول الله هذا هو الكلام هذه هي الكلمه ديالنا وخوتنا المغاربه انا نوضحوا لهم الرومي اليوم 15 درهم 340 ما تزيد حتى ريال والحمراء العريانه 70 ريال والمكسيه راه من 11 12 درهم والدجاج نص نص 6 درهم 6 درهم ونص وما تيقوش فيهم راه كلشي هاد الدجاجي عندنا شي دجاجي هنا راه باكين غير على الكذوب راه ما حاملينش هاد الميساج الدار وحنا حمام في حرب ولكن في حق خوتي المغاربه والله الا غنضحي والله ما غنتسوق ليهم والله ما نتسوق ليهم انا وحنا حنا هاد خوتنا المغاربه حنا تنوضحوا ليهم وتنبغيو يعرفوا الثمن وحنا راه ما خايفين حتى من شي واحد وحنا راه معاهم القانون والله كلمه الحق الحيدنا النهار نموتوا ماشي انا ضدنا باغي نضروهم ولكن ضدنا ما نهرسوش كسابه حنا كسابه خاصنا نبقاو مع انا اللي باغي الا باغي نهرس السوق الله والله الا انا تنشرف هاد السيد اللي بغى يهرس السوق ولكن ما يهرش فلوس الناس يدقدقها نبيع دجاج طيح ونقول السوق طاح والسوق دار وندير مع المشاكل لا نشري عدو ونخلص ونجي نصدقها خوتنا المغاربه تيبغيو يروحوا الله يسهل علينا وعليهم وتا هذاك السيد اللي غادي يطوع يطيح لي الثمن باش يهرس لي الثمن ما نهرسوش من الفيرما ماشي فلوس الناس انا نخزن فلوسي ونضل نبكي عليه اليوم ونجي عدو نقول لي انا شاري عندك وبيع ليا واعطيني وندير لك ونفعل لك وشي ندير لي رزقو حنا هادشي ما عندناش معاه واي كسب انا اللي تيعرفني انا احتراماتي ليه ولكن اللي تيتساني شي حاجه والله الا نبغي يجي يفضحني في السوق اي واحد تيعرفني في المغرب لا تيتساني 10 درهم يجي عندي كما كنوع ديالو
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام الحاج الجرمومي. ختمها بكلمة واعرة، قال لك أي واحد كيتسني 10 دراهم يجي عندي. كيتمنى شي واحد يتحداه يقول له كنتسناك 10 كنتسالك 10 دراهم. إذا الدجاج الرومي داير 15 درهم مع التقدير 340 من الحانوت من قلب سوق الدواشين بالجملة بمدينة الدار البيضاء. استودعكم الله والسلام عليكم.